السلام عليكم صف السادس إعدادي، درسنا اليوم الوحدة السابعة المستقبل في الماضي، آخر موضوع بالقواعد في المنهج، صفحة 67 في كتاب الطالب. لاحظ سمر كورسز دورات صيفية. كورس كتالوج راح يعطيك يعني بيان أو فهرست للعطل الصيفية شلون تشتغل بيها. لاحظ دورات انجليش، دورات لحمايه بروتكت اور انفايرمنت، حمايه البيئه، ما تطوير المهارات مالتك. احنا هذا كله ناخذه على مود هذا الفيوتشر ذا باست. لاحظ اي ثوت، انا اعتقد، وول صايره ود، هي اصلها اي ثينك اي ود، الول صارت ود والثينك صارت ثوت. لاحظ كاتب لك الأخير will study تصبح becomes، تصبح would study would study. I am going تصبح was، الآن صار was، وهكذا. نجي نشرح شنو المستقبل في الماضي. أولا هو شنو المستقبل؟ حدث مستقبل في الماضي، يعني شنو نقصد به؟ مثلا أني عندي درس الساعة بالستة أمس، ما قدرت أروح. ليش؟ لأن عندي حدث ثاني الساعة بالسبعة. إذا رحت بالستة مثلا، إذا رحت بالستة راح أتأخر على الحدث بالسبعة، فأحكي على الماضي أقول له أنا ما قدرت أروح لأن أنا عندي حدث بالمستقبل. أو مثلا لو كنت أدرس قبل 4 أشهر 5 أشهر لامتحانه البارحه، انت ما قدرت ادرس لذلك ما قدرت امتحن. يعني المستقبل في وقت الحدوث نحكي به على الماضي. المهم حتى ما تدوخ، جمله المستقبل ما هي؟ الجمله التي تبدا بفعل ماضي او عباره بالماضي. احد شروط جمله المستقبل لازم ان تبدا بعباره او فعل بالماضي. لاحظ I thought، I decided، أنا قررت، I know، أنا علمت عرفت، I found، أنا اكتشفت أو وجدت، in my old job، في وظيفتي السابقة. لاحظ هاي عبارة هنا أفعال. زين شلون الموضوع؟ كلش بسيط، باوع ليش شلون تحول. إذا لقيت وول زائد فعل مجرد سويها ود زائد فعل مجرد، وول زائد فعل مجرد سويها ود زائد، يعني بس التغيير بالوول. كان كود، مي مايت، شال شود، وهذا وول بي صارت ود بي. لقيت از وام وار، حول الاز والام الى ووز، وحول الار الى وير. لقيت از وام وار زائد فعل اي ان جي مثل، تحول الى ووز او حول الى ووز. بعد إذا لقيت إز وآم وآر زائد فعل بيأجي حول الأوز. إذا لقيت قلت بالزمن المضارع، فعل رئيسي مضارع سوي فعل ماضي. انتبه ليش على مود تفتهم قصدي ايش اقول لك. موضوع جدا بسيط ودائما يجي بالوتر. لقيت وول حولها إلى وود وخلص. لقيت كان حولها الى كود وخلص، وهكذا. زين لقيت از او ام احولها الى ووز. لقيت ار احولها الى وير. لقيت رايت مثلا نافع رئيسي، لما تحولها الى رايت. زين لقيت want حولها wouldn't، يعني الفعل حوله الى ماضي، الفعل حوله الى ماضي، الفعل حوله الى ماضي.
زين لقيت مثلا هاي المهمة نوت ستارت، هسه نفي شو تصير؟ دقين اي فعل مضارع سويه ماضي. عندك think thought decide decided فعل تحاول رسم بس find found begin يعني اي فعل حوله الى ماضي، اي فعل حوله الى ماضي. موضوع جدا بسيط وما يراد لأي تفكير. لاحظ فقط تحول المضارع الى ماضي. ليلى ثوت، لاحظ ثوت بما انه ماضي راح ناخذ الماضي، ما ناخذ المضارع ناخذ الماضي. ذا فلورنتير بما انه ماضي بروميست راح ناخذ الماضي. زين استاذ هذا ماضي ووز وهذا ووت، هذا was وهذا would. هنا أخذناها ال would يجي وراها بي، ما يصير was تيجي وراها بي، أخذناها من ترتيب القواعد. نزيد the internet connection will be working soon. يقول لك هو هذا السؤال باله future إن ذبغت تسويها بالمستقبل الماضي، بس ال will تقلبها ل would انتهت. كل أسئلة وزارة. he is going to paint I found out. هاي مرات يعطيك هو إياها البداية، يقدر يسوي لها ماضي بس الاذا قلبها هوز. حسن thinks he will enjoy it but now he isn't not sure. will شو يصير؟ will شو يصير؟ فقط يعني ما عندنا اي اشكال. نروح انتبه لهاي الجمل. he promised he will help احمد future in the past. شوف شنو الحل مالتي راح يجي. هي تنزل بروميس اقلبها الى ماضي. هي ود اقلبها الى ماضي. هيلب تنزل ما لي علاقه بها، مو تقلب لي الهيلب مره ثانيه تقول هي اهم فعل، لا لان هنا ول هيلب تصير ود هيلب. تجي الجمله هاي الثانيه اي تنزل decided اقلبها الى ماضي. اي تنزل الآن شو يصير؟ was بتكمل down إلى آخر شيء. أجل هاي الجملة أكو صيغة ثانية ضاولي. إيش كاتب لك؟ she will be waiting for Tom all day future in the past. بس كاتب لك ابدأ ب I thought، ابدأ ب I thought. إذا لازم شو أنزل له؟ لازم أنزل له I thought بالبداية. هو يقول لك ابدأ بها هاي الصيغة، ابدأ I thought she would be وكمل. أنا قال لك ابدأ يعني ممكن يقول لك بالشو. هسه نروح إلى كتاب النشاط حل الأسئلة. صار الموضوع كلش بسيط. صفحة 159 مهم جدا هذا التمرين. مستقبل ماضي. I have decided I'm going to learn Arabic. تنزل I decide. الاف نشيلها لان احنا الاف نشيلها لان ما نحتاج، احنا نريدها بالماضي بصيغه الماضي المستقبل الماضي. I decided. I تنزل ام صارت ووز، بس هاي شنو؟ بس هذا الاختلاف عندنا. يعني ما عندنا اي شيء، بس الام صارت. نجي الجمله الثانيه هاي تنزل سي صارت سيد. هاي هم مو تنساها، هاي فعل مهم سي يصير سيد بالماضي. مثل من حاله حال بي وال شو يصير؟ ويت
هي از هو كاتب لي بادي هو بادي اي فاوند اوت التزم هي انزلها هنا اس شو يصير فقط وبس وبعد عندنا ذس انتبهها عدل ذس يصير ذات ذس يصير ذات ملاحظه مهمه يجب تحويل ذس الى ذات في المستقبل يجب تحويل ذس الى ذات نكمل اي نو هو مسوي اي نيو ذا كلاس از ستارت تنقلب الى ماضي ستارتد انتبه لهاي الجمله ام سيروز لاحظه اوس كمل انا وصلنا وول ثانيه شو يصير يعني ممكن يعطيك اكثر من تحويله اكثر من لاحظ وول السيروز انتهى صفحه 159 نروح للتمرين الثاني 168 تمرين ايضا من التمارين المهمه على هذا الموضوع هذا تمرين مهم جدا تمرين جي مهم جدا المستقبل في الماضي أسهل موضوع دائما رياضة سنتيز يوزنج ذا فيوتشر اند ذا باست طبعا هو يعطيك اياها على البداية I am going I decide I am بس الام شنو صارت صارت هو الجملة الثانية صارت هو وور شنو صارت would نجي للجملة اللي تجي بعدها she is تنزل is شو تصير هاي is مختصر تصير was كمل is تصير was يعني حسن think think صارت thought think صارت بالماضي will صارت would عمار will تحولها الى would لاحظ want call بالماضي البسيط صارت didn't call didn't صار انت مو قلت want تصير wouldn't want تصير wouldn't بالشكل العام بس بالماضي بالمستقبل الماضي البسيط الفعل هو اصلا كان call من ايدن في and في didn't and في didn't انتبهها عدل هاي الجملة من الثاني will not call من إذن فيها الفعل أصلا بالماضي البسيط call يعني هسه مثل won't write أصلا شنو won't write أصلا لاحظ won't won't write أصل بالفعل كان شنو بالأصل أصلا كان write هسه اذا اريد انسر رايت اللي هو يصير روت ايضا في يصير didn't فلذلك شو يصير didn't رايت واضح لذلك ليش احنا نحكي بالماضي البسيط won't call صار didn't call كمل لا انترنت كونكشن نزلناها ليش ما كاتبها هو كاتب our teacher promised that The interconnection, connection, sorry. The word should say, "فقط would." They can't, can't, so I couldn't. لا. Can't, so I couldn't. كم؟ They are, the R صارت where, بس the R صارت where. كم؟ صارت was. كم؟ إذا وصلنا إز الثانية، شو نسويها؟ ووزنيش نحل النقطة ممكن يجي من أكثر من التحويلات موضوع جدا بسيط يراد له بس تحويل وتحويل كلش بسيط تقدر توقف الصورة تاخذها راح نرجع إلى تمرين مهم خليناه بالأخير صفحة 158 هذا التمرين
هذا يحدد المستقبل في المضارع او في الماضي. يعتمد على من؟ يعتمد يا بطل اذا لقيت جمله بالمضارع تاخذ المضارع، المستقبل بالمضارع. لقيت جمله بالماضي تاخذ المستقبل بالماضي حسب عندنا decided ماضي، اذا ما يصير اخذ is becoming اخذ was going. واضح. thought ماضي، هاي ماضي بعد، هاي ماضي عارف شلون قاعد نحل، هاي ماضي. اذا ايش ناخذ؟ ناخذ would like. جمله can't مضارع، هاي جمله مضارع بالها مضارع مضارع، فناخذ is. had to ماضي، جملة ماضي. زين تعطيني was having ماضي و had to ماضي. ليش أخذنا had to؟ لأن ما يصير عندنا باللغة الإنجليزية was having meat، was having meat ما عندنا، had to meat صعدنا. جاية منين؟ من يا تركيبة، جاية من تركيبة have to زائدا infinitive مصدر بالماضي مالتها had to زائد infinitive. لذلك had to يجي وراها مصدر، had to وراها مصدر. ما عندنا باللغة الإنجليزية was زائد فعل بي ing وراها مصدر، ماكو باللغة الإنجليزية was أو is زائد being زائد infinitive. هاي الصيغة ما عندنا، عدناها أخذناها. مهمة الجملة الرابعة، مهمة. نجي إلى الجملة الخامسة. I know مضارع، إذا ناخذ ال will ما ناخذ ال would. الجملة السادسة in my old job ماضي، في عملي السابق أخذناها الكلمات تدل على الماضي، إذا ناخذ started بالماضي وليس ناخذ start. الجملة السابعة هاي أيضا مهمة. The volunteer promise عندنا ماضي، ما طول ماضي إذا لازم ناخذ ماضي، بس مو مطيك يا اثنين was would. was would إحنا باللغة الإنجليزية ما عندنا was be، ماكو باللغة الإنجليزية was be. was be ما نكتبه was be، ماكو باللغة الإنجليزية. هاي خطأ، هاي العبارة خطأ. was be ما عندنا باللغة الإنجليزية. ماكو عندنا خطأ شباب. لذلك ناخذ would be، عندنا would be will be عندنا. صحيح، واضح. تمرين مهم، اعتمدنا على الفعل المضارع. نكون خلصنا الآن كل الأزمنة وكل الأمور. خشوا الأسئلة الوزارية على هذا الموضوع، الأسئلة الوزارية على هذا الموضوع. حكم أنه خلصنا، خشوا النماذج الوزارية. نهاية الملزمة موجودة، اكو اسئلة. هاي الوحدة السادسة اخذنا احنا، هسه احنا بالوحدة السابعة اخر شيء يعني. هاي الوحدة السابعة لاحظ he is going to the I found out، بس ال is يسويها was، بس ال am يسويها was. نختار شيء ل او will be there. احنا قلنا هذا يجي غير عاقل، لا عاقل اذا ناخذه. سويها future and the past. ال can سوي كود، هاي ال R بس ال R تقلبها ل will. عندنا think ناخذ ال will تستخدم. think of me هاي ماخذته، ما طول ماكو حالة فترة زمنية ناخذ will be taking. the internet connection will تصير would. لاحظ أسئلة جدا بسيطة. بين نوع عندنا فاعل عاقل إذا ناخذ is meeting. I am very كاتبك I was، هو بعديها I was. إذا تمشي تمشي تلقى هاي الإز تقلبها ل I was. فقط. I am sorry I can't go with you to the dentist. I am going. ليش؟ ما عندنا فترة زمنية. قلنا إذا ما عندنا فترة زمنية ناخذ going. He لو leave طبعا is leaving. ليش صار مو leave؟ ممكن تجي
تجي ويا الحالتين، ويا المضارع المستمر قلنا، وتجي يمكن ويا المضارع البسيط، بس ما تطول عندنا فعل فاعل عاقل اذا ناخذ الاس دي. يقول لك ناس تخدمني معلومه ال اي يصير اي ام جوينج تو سي، اي ام جوينج تو سي. ليش صار اي ام جوينج تو سي؟ لان ما عندنا فتره زمنيه، ما عندنا فتره زمنيه. اذا ما عندنا فتره زمنيه نستخدم صيغه الجوينج تو. The weather is bad. ما طول عندنا I hope. شوف هاي مهمة. ما طول عندنا I hope. إذا ال will تصير will be. هاي فقط. لأن ال hope تشتغلوا ياها ياهو. لا سن will be. لا سن will be. ليش will be؟ لأن عندنا hope. لأن عندنا hope. وهكذا. اللي وراها 14 كاتبك no. start بس start قبل ما start think مسوى هو thought عندك word سوي هو dead. if we don't hurry we'll be late. the train ما طول فاعل غير عاقل اذا ناخذ ال s وعندنا فتره زمنيه. عمار will be working late so I won't go. يلك future and the past. لاحظ ال won't قلبها لاذي بس ال will سوي هو. يعني الموضوع كلش بسيط. بما انه عندنا فاعل عاقل اذا نختار will be نعم. ما طول عندنا فاعل عاقل اذا نختار is meeting. I am going مخليك اي ساندك اي تنزل والام سويها was وتكمل. بما انه عندنا غير عاقل اذا ناخذ المضارع البسيط. He is going to be he decided he ال is سويها was. هنا هي يقول لك ليه تسويها. بما انه عندنا فتره زمنيه وفاعل عاقل تصير is leaving. تبه العدل اكثر الطلاب تروح اكثر الطلاب تروح الى تكتب لا تكتب تقول ناخذ ليف تاخذ ويا الاشياء الجدول سكجول عفوا. لكن احنا عندنا فتره زمنيه لكن عندنا فاعل عاقل فما يصير نقول ليفز. هي تيل هنا ما عندنا فتره زمنيه. ما انا ما عندنا فتره زمنيه اذا نصير از جوينج He is going to register. He decided. بس is يصير was. شيء بما انه عندنا فاعل عاقل is اذا is learning. هنا ما عندي فترة زمنية. ما عندي فترة زمنية يصير I am going to have. I am going to have. ال is يصير was. Dan is going to volunteer or volunteers. ما طول عندنا فاعل عاقل is going to volunteer. غرفتك فوضى. When are you going to clean up or do you clean up؟ طبعا اكيد are you. ليش؟ لان do تشتغل بالفتره الزمنيه. هذا يكون الجواب. He is going I found ال is يصير was. ال is هنا يصير was. ال is هنا يصير was. يعني الجمل كلش بسيط بصراحه. خلصت هذا. خل نروح ايضا الى اسئله الوزاره خل نشوفها. هي هاي كلها اسئله الوزاره بس مع ذلك خل نشوفكم الاسئله طبيعيا. لاحظ هاي الجمله. I am going to learn Chinese. I decided. I بس الام سوي هوز. عليها درجتين. شوف بس الام سوي هوز. لحظة الجملة. They can't come. سواء they couldn't. come تنزل ترجع مرة. مو تخلي تقلبها لا ماضي. ال can't تنقلب إلى ماضي. هذا come تنزل بس ال are. بس هاي ال are سويها وير. عليها درجتين. بس ال are سويها وير. لاحظ الجمل نفسها قاعد تجي.
نفس الجمل قاعد تجي نصا، يعني ما قاعد يتعاونك بيه، نفس الجمل تجي نصا. احنا خلصنا كل مواضيع الزمن والمستقبل، شد حيلك، سهلة الجمل ما بيها صعوبة، مجرد تطبيق يعني ما راح تتعب ولا شيء، وكل أزمة المستقبل خلصناها. أتمنى الخير والموفقية لطلابنا الأعزاء.